الدنيا كلها كانت مسكره بوش هذا المخلع لحتى يوصل لربنا، ولكن احبته كل شيء، هو والاشخاص اللي كانوا عم يقودوه. احبته كل شيء في صعوبة، واجهوا كل شيء في تحديات وكسروا السقف ودلوه نزلوه من السقف لحتى ربنا يعطيه الشيء اللي لازمه. أعطاه ربنا الشيء اللي لازمه، ما في شيء بيحبه. هو صح جاي لحتى يشفى جسدا، ولكن ربنا بالبداية أعطاه الشيء اللي هو بحاجة له، أعطاه الشيء اللي هو ناقصه، أعطاه مغفرة الخطايا. يا أحبي نحن شو رأينا نعمل بالنفس؟ هذا الأحد هو القصة كلها. الأحد اليوم هو أحد القديس ريغوريوس بالأماس. هذا القديس العظيم عن شو حكى؟ حكى عن التألق، تألق الإنسان، يعني الإنسان مدعو أن يصبح إلها. لاحظ الماضي تعلمنا أن نكرر الأيقوني لأنه إله أصبح إنسانا، واليوم الإنسان يجب أن يصبح إله. إذا ما جايين حتى نتألق أن نصبح آلهة على صورة إلهنا، فنحن جايين عن مكان خطأ. كل حياتنا بالكنيسة الصوم والصلاة والتعليم الديني والنشاطات والتبرعات، وكل حياتنا براس الكنيسة الشغل وتربية الأولاد ومتابعتهم، كل حياتنا هي رح نوصل لهالمرحلة للتألم. إذا جايبين أولادنا على الكنيسة لحتى يتعلموا من يسوع بدون ما يتألهوا، ما استفادوا شيء ولا استفدنا شيء. إذا جايبين أولادنا على الكنيسة ليتعبوا ويلونوا ويرضوا ويضحكوا، فهذا المحل الخطأ. اللعب والتلمين والرقد والضحك أشياء مباركة، بس إذا بالأخير أولادنا ما تألقوا تباركت الأفعال، أما أولادنا بقيوا بلا بركة. بنت أكثر ولد بالكنيسة بيشاغل، وأكثر ولد بالكنيسة بيطلع صوت، وأكثر ولد بالكنيسة بيرقص. بس وقت هي كانت عم تركض شافت عمو جورج عم يقبل الأيقونات، تعلمت إنه لازم تقبل الأيقونات وكيف يقبل الأيقونات. شافت بنام عمل عم ترسم الصليب، تعلمت كيف ترسم الصليب وصارت ترسم الصليب، عم ترسمه غلط بس شافت كيف بيرسم الصليب صارت ترسم الصليب. شافت بنام ميري عم تشرب، تعلمت كيف تشرب. اللي أقرب منا سنين أقرب منا كثير بيتعلموا أكثر وبيعرفوا أكثر، بيتموا قاعدين كل الوقت بمحلاتهم. وقت بيمرق من الأخرى بيعرفوا شو يعملوا، بيتعلموا من أهلهم، بيتعلموا منهم شو يعملوا. مع إنه رفقاتهم عم يكونوا بغرفة عم يلعبوا، بس هن ساكنين بمحلهم. إذا بدكم تجيبوا أولادكم على الكنيسة لحتى ياخذوا اللي بدهم إياه، الأفضل تاخذوهم على محلات ثانية. من كم يوم كان في محل العاب بعمل كم يوم ببلاش، جيبوا اولادكم على الكنيسه لياخذوا اللي ناقصهم واللي لازمهم. ربنا اعطى المخلع الشيء اللي لازمه، مغفره الخطايا والعمل المتقدم للمسيح. انه مين بياخذ مغفره الخطايا؟ المسيح من بخل لانه اعطاه الشيء اللي ما هو جاي، ولكن ربنا اعطاه الشيء اللي لازم. خلوا اولادكم يربطوا بالكنيسه ويلعبوا، السنه الجايه بيخدموا بالهيكل. ومن اليوم كل اولاد اللي موجودين بالكنيسه رح يطلعوا شرطه للدوره. في عندنا جمعه كثير بياخذوا جمعه بيطلعوا معهم بالدوره. السنه الجايه بيخدموا بالشرطه، اللي بعدها بيخدوا بالتعليم الديني، اللي بعدها بيخدوا بالكنيسه كلها. اجبروا اولادكم انهم يفيقوا الصبح ويجوا على الصندية كل الساعة 9:30. معلش، واجبروا حالكم كمان، مثل ما بتشبروا حالكم تروحوا على الشغل. الكنيسة أهم من الشغل.
اجبروا اولادكم انهم يجوا مثل ما بتجبروهم انهم يروحوا على غزه. وصلوا هون بلش 9:15 كل يوم. مثل ما انتم جايبين حالكم بس اليوم انتم حتى صيامي لانه عندكم استعداد انكم تطيعوا الكنيسه وانكم تتالفوا. عندكم هذا الاستعداد انكم تتالفوا. كمان بنشكر اولادكم انهم تتالفوا. الشيطان بحاربنا بصوت اولادنا اللي عم يفرحوا ويرضوا الكنيسه. وبنفس الوقت بالايام اللي ما بنسمع صوتهم بنصير نحكي ونقول لبعض انه ما سمعنا صوت اولاد اليوم. حسينا في شيء ناقص. الشيطان بيحاربنا باصوات اولادنا اللي ما سمعناها. يعني الشيطان رح يحاربنا بكل شيء. ما رح يخلي شغله ما يحاربنا فيها. الولد بيصير بقى بالكنيسه، الولد بيصير بقى بالكنيسه هون وبياخذ اللي لازم ما اللي بحبه. بصير هالمحكمه من جزء كيانه، ما عاد بيطلع منه. اما وقت اللي بده يربى برات الكنيسه او بده يربى تحت بالهول باللعب بس يخلص من هذا الجو رح يطلع يدور على جو ثاني يتسلى فيه. دعوة الكنيسة اليوم يا احبي انه نتالف، ان نتالف، ان نصير اله. وهذا الشيء ممكن لانه ربنا اله صار انسان. بيقول القديس اثناسيوس الكبير العظيم اصبح الاله انسانا ليصير الانسان الها. هالشيء صعب وسهل بنفس الوقت. ما بصير بساعة واحدة بالاسبوع بالكنيسة. ولكن خلص بدي قبل ما ننام نفس المشروع الصليب بس تنفيذ. شوية صوم، شوية تفاؤل. التألف بصير غاية سهلة كثير انه نحصل عليها. So this day is a Sunday of Saint Gregorius of Nyssa. What did that great saint teach us? He spoke about our ability to be God as the image of our God. Because our God became man, so that man could become God. That's a big mission to do for us and for our children. When we bring them to the church, it is good to know that they don't have to be whatever they like or want, but whatever they need. As our Lord Jesus Christ gave to the paralytic today, as we heard in the gospel, he came to the to Jesus to get the healing of his body, but our Lord gave him the forgiveness of sins. He gave him what he needs, what he liked. So, our children need to be God, and we need to be God. They need to see you and learn from you how to pray and how to get the blessing. They should educate in the church so it will be a part of them. First year, they will play and make noise. Next year, they will serve at the altar. And next year, they will serve at the choir. And then they will guide the church. The church invitation today is to get the deification. It is simple and complicated at the same time. It needs more than an hour of being in the church. It needs this hour and some small prayers at home before sleeping and after waking up. It needs fast, simple but devil makes it complicated. He asks us, do you imagine that you will be God? If your answer would be yes, of course, so it will be very simple. But if our answer would be no, impossible to be God, so it will be very complicated. You can, I know that. Today, after the divine liturgy, you will share food which is lenten, full of hummus. You accept to eat that instead of meat or chicken. That means
you are ready to obey the church, which means you are ready to unite the God to be God. Work on it. Give one, and our Lord will give us the 99. God bless you all.